الوالدة ديال جميل الله يرحمها، ها قتلها وخلى ليا ثلاثة الوليدات، ذبحها خرقها، ما عرفش كان ديال دوك، حرمني من بنتي وحرمني من خدمتي. كنصور طيب شي خبزة انت شي حاجة ديك البنت مريضة وبوها مريض، وانا كنصور انا خاصني طبيب نفساني لما خاطري وليت عباد ونمشي عليا. الوليدات ولا كيهربوا، شافوا الرجالة كيهربوا صدمة. الوليدة هو فينا ومكيما نجبد عليهم لما نلبسهم لما نكونش. كيفاش تلقيتي الخبر ديال هاد الفاجعة ديال جابوني سيدي على الناس ما نعرفو ما يعرفو، كان غالي معاه مزيان. النهار اللي عرف والدي، النهار اللي عرف والدي ما بقاش تلقي، كانت مربية واحد المراق وانا نسحبها مو ملي شاف والدي صافي بجا دمو خويه صافي، الطفل ولا كيهدد بحال داك الكسع كيضربو هي تناكر عليا. كتقول لي ماما تجي مسكينة ونقول لها قعدي بنيتي وخلاتي خلوني تنمشي نخدم ويجيبدوه ثلاثة المرات ولا أربعة تالي صافي دا قتلها ذبحها تخلى لي عرض شادة الأرجو دقت عليها وسميتو خلى لي عن لحمة شادة لعنقها خرقها مضربها النوك الأول ميتة وشادة الطفيل تحت منها عطيه البزولة. هاد الطفيل باقي عمره طويل، هاد الوليد نعمة مع الله باقي مسكين باقي عايش الدنيا كامل لعب دمي يا بولي الحوايج جيران باقي نضربها عمري ندم. هما مسكين تفرعوا ضربوا ولا شي واش حد سيدي تبارك والبارح كنقول لهم بعرف نعسه هما خايفين مني ربي ما عرفش كي ندير لهاد الوليد راحوا لي الجنحين طاب قلبي صدمت في فمي عرفت شي اللي بغيتهم اللي بخلي خلفي تقول لي خليني نكبر هاد الوليدات واش يخليه هو كيضرب ويضرب ضربه بالدار طيحها اللي قرق عليها حط عليها العروق القرش ودو حط عليها العروق محمق ما والو. وهاد وليداه كان مكرفس عليها ما تشوف جيران ما تقعد مع جيران ما والو. وشوية ملي كانت حاملة نوتين هو كيضربها، ملي ولدت دار ضربها الوالده هذيك النهار ولدت في الدار تكرفصت في الدار وغانا وياها ما لقيت باش نديها للسبيطار ولدت وجيت وجا ضربها وانا نحبس فيه هرس على المواعن وهرس على هذاك وهي فوق منا مسي طلع عصا وما عندي ما ندير ليها. ملي جيت عاوتاني رجعوا داوها وملي جات ثاني دار لها الحيلات وعاود جا داها وهو باني لها باش يقتلها وخلى لي هاد الوليدات معدي ما ندير ليهم. انا كنشوف بغيت السيد العامل صاحب الجلاله يشوفني ويشوف هاد الوليدات لا قدو باش يعاونوني باش مسخهم بهاد الوليدات. انا ثلاثه الوليدات كلشي باقي يدير لي كوش كلشي باقي كيشربوا الحليب دوكا جابوهم لي عريانين حوايجهم مسدود عليهم عامرين دم خاصني ما نلبسهم عاود جا الحباب جابوا لهم باش يقتلوا القاره ما عندي ما ندير لي. هي التمنيف بنتي وبنتي باقي صغيرة الفم بلا عيب مدويش شاهدين الجيران شاهدين جيرانها جيراني انا عمر هاد البنت ما كان فيها العيب هو كيضربها. ملي قتلها قال لهم تنيت منها خرج قال لهم داكشي اللي جاي تجارتها قالت لها صافي فضيت قال لهم داكشي اللي جاي عليه صافي فات فوت. انا ملي عيطوا ليا مع الخمسة تاع الصباح قالوا لي تعالي بنتك راه مضروبه ملي مشيت لقيتها ميته في السبيطار ميته مع الوحده الاولى وانا ما عيطوش عليا. والجيران قالك واقفين وهذيك الموحد جارهم هي كتهرس في الدفه وشاد قالك الدفوف وسادها والجيران الاخرين ما دخلت واحد وانا بنيتي قتلها وعرفت قتلها اللي خرج قاص الجموي قال لهم فضيتها صافي ما عندي ما ندير. اشوف سيدنا الله ينصرو يشوف هاد الوليدات يا ربي تخليه لينا وتعفو عليه تا هو مريض مسكين الله يخلينا تشوف فيه. الراجل مريض هو يشوفو فيه البنيه مريضه انا مريضه عندي الروماتيز في القلب كل ساعه كنصواني متبعه مع الدكتور الصافي هاني قعدت بلا خدمه ما عندي لا منهز لا معاه الحمد لله. نو تا جاي عيط علينا من ديك الصباح هنا سمعنا الخبر مضروب
كيفاش من يدك هذا مضروب ونمشيو نلقاو مذبوحة ذابحة من عندها ضاربين في كتافها من الأرض. بالنسبة دابا هاد الوليدات اللي خلات المرحومة واش تا دابا تكفى عندك الطاقة باش غتكفل بهم تقريهم وتكبرهم؟ واش غتكفل غنتعاونو نديرو معاهم نتكافحو معاهم حنا ما عندناش خدمة ما كاينش ما خدامش ضروني ليا باش نخدمش محسنين بحال يتعاونو هادشي اللي كاين مبداش تقاوم هما مبداش دير خدمة قليلة فيه واش مريحة ياك شتي الحال كاين بلاد كاين مغرب كسيبة كاين ما مريحة هاد الدراري صغار كون أكبر يزبطو روسهم نهار كل يوم هاد الشهر واحد شاطر سنين راه مبقاش صغار بزاف يتمهم ويتمو فيهم ودابا مبقاش بنادم ولا مجرين بشر مكيديرش حقه كيفاش نقول لك يغفر لي الله يرحم المسكين ما تسالش هذاك الشيء ما تسالش هذاك الشيء تفاجئنا حنا ملي قالت ذبح ما كاين ما شاء الله واخا يكون كيما كان ما يقدرش يذبح هذا ما يقدر يذبح ولادو مرتو خلاو دراري شي رجلين صغار وراه الاطفال باقي ما كيحبوش باقي صغير ما تقدرش تشوف هذاك الشيء تشوف شنو نقول لك thank you.